Okay. Oh, shit. في M16 عندك رصاص وش لونه؟ اخضر اخضر تعال ما هي 24 تعال 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 عطنا ما ثاني M16 اكس ذاك ذبيته. اه انا ماني مخبر ايش ايوه امسك درع امسك درع درع خذ انت درع 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 انت درع تعال انت درعك اقل مني اصلا تعال ما اقدر اصغر اثنتين شمال شمال معلش باد اقول درعمنا 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 وضعنا مره بالتمام حتى كذا سحبه اصغر الصندوق هنا في ناس هنا في ناس عند الحفره ذيك عرفتها اللي عند الحديقة ارقص سلم اوه قدام اعطيت هد الهبة خسي ذا يطر فيني كذا احا درعم تيم ثاني علينا غير اللي عندك وراك وراك فوق وراك وراك شبه هنا اصوص ارجع 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 تعرف المكان اللي كنت تبني فيه دروب هذا قد وراك هو بيجيك بيجيك بيلحق يلحقني خله الله يحييه راح اضرب اللي عندك تو اتوقع انه هنا اتوقع نزل هذا هذا شوفه قدامك ما اقدر على عادي جلد اثنين جلد اثنين سكر سكر قاعد يلوت دب قنبل على اثنين ابن الكلب يحسب اني غبي الحين اخلط اخلط ابدا صغير كسر عليه كسر عليه خلني بس بعد مسوي ذكي وراسه بس اخوفك يا فلة اخدعه لا ها اه اثنين اثنين والله عندي كفاية عندي كفاية يا الله يا سلام لو تشوف ليش سبب الخسارة شفت بسوي داب يا الله انا يعني والله ما ادري شوف الجيم هذا من اللي ذبحني غدره طب على من فوق المبنى اللي كنا كان جنبنا اللي قبله يسار نجاة غدره كل شوي غدرات هذا اللي يشيل انا يعني.